لدى استقبال سموه لعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة وكبار المسؤولين، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بالدور الحيوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشددا سموه على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم ومساندة المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها. أكد سموه أن الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة والعالم يجب أن تجعلنا أكثر وعيا وحرصا على مواصلة نهج البناء والتمسك بما يصون للوطن أمنه واستقراره ويدعم خطواته على طريق النماء والتقدم. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر قضيبية اليوم عددا من أفراد العائلة الملكة الكريمة وكبار المسؤولين، حيث تطرق سموه معهم إلى عدد من القضايا المحلية والدولية. وخلال اللقاء نوه سموه إلى أن مسيرة التنمية والتطوير في مملكة البحرين ماضية بكل قوة نحو تحقيق المزيد من المكتسبات التي تلبي تطلعات المواطنين وتوفر لهم مقومات الحياة المعيشية الكريمة. شدد سموه على أن الحكومة تحرص في تنفيذها لمختلف المشروعات التنموية في القطاعات الصحية والإسكانية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها، على أن يكون ذلك وفق أعلى المعايير والمواصفات وبالشكل الذي يضمن مستويات عالية من الجودة والكفاءة في الأداء لمختلف المرافق الخدماتية.